مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. أولا مبروك عيدكم، تعيدوا وتعودوا إن شاء الله، تقبل الله منا ومنكم. ها اليوم أنتم تشوفوا سبحان الله العظيم، ولو العيد راه الميناء ديال السد راه عامر صراحة. اش غنقول لكم، جوج باطويات غادي يمشيو ديال جي إن في، واحد غادي للناظور والآخر غادي إن شاء الله لطنجة، وتبارك الله الناس عامرين هنا في الميناء ديال السد ولو العيد. المهم كما العادة راكم عارفين كيكون العيد إن شاء ديما كنجي هنا للميناء، كنجي نقول مبروك العيد لخوتنا المغاربة اللي غاديين للمغرب، وكنجيبوا شي كادويات لولادهم. راه هذه يعني من طبيعة الحال. وكما قلت لكم راه جات لي شويه شكل، لان كما قلت لكم راه اليوم العيد وما شاء الله البشر بزاف، الناس اللي غاديين لطنجة وغاديين للناظور. فوالا جوج باطويات ديال جي ان في. فوالا دونك نمشيو دابا نباركوا العيد لخوتنا اللي غادي يمشيو ان شاء الله للمغرب اليوم، وشي كادويات كما قلت لكم للدراري ديالهم. راه هذه راه من طبيعه الحال كندير هذه ديما كل عيد. دونك فوالا الناس مازال كيجيو، المهم شي حاجه قليله ولكن الحمد لله. بعدا شي كادويات للاطفال، نفرحوا الاطفال ديالهم ونمشيو نديو هذا الشيء للاطفال ديالهم، نقول لهم مبروك العيد. يلا معايا انتما خوتي ما شاء الله، خوتي المغاربه راه غاديين للمغرب اليوم. انتما تشوفوا شوف دو باطو، واحد جي ان في الاخر جي ان في، غاديين ان شاء الله لمدينه طنجه ومدينه الناظور. الصراحه كيبقى فيا شويه الحال، شوف يعني نهار العيد مسافرين هكا، ولكن الحمد لله غادي نمشيو للبلاد. واحد السؤال دابا، هادو رانا عيدين لا هنا لا في المغرب، لان راكم عارفين اليوم العيد وغدا ان شاء الله في المغرب. المهم الله يوصلهم بخير وعلى خير، هذا هو المهم. وانتم تشوفوا المسافرين، راه صراحه الميناء فيه بزاف الناس، عمر هاد الجهه وعمر الجهه اخرى لهيه. جوج باطويات كما قلت لكم، واحد غادي ان شاء الله لطنجه والاخر غادي للناظور، ومازال الناس كيجيو. راه دابا شحال الساعه دابا؟ راه 12 هذه، مازال الناس كيجيو والحمد لله الامور بخير وعلى خير هنا في الميناء. الناس غاديين مع الاطفال ديالهم، غادي ان شاء الله يوصلوا يعني المغرب، الله يوصلهم بخير وعلى خير. واخا كاين شويه الصاد ما شاء الله شويه الصاد، ولكن الحمد لله الامور كما قلت لكم بخير وعلى خير. كنتمناو لهاد الناس يوصلوا بخير وعلى خير. مبارك سعيد. او فوالا هانتوما كما وري لهم، هانتوما شوفوا لي دو باطو هما. دونك فوالا والامور بخير. بون كما كنقول ديما، كون كان شويه د الناس راه خصهم يشربوا الماء، وراكم عارفين مع الصهد وكذا. مهم هذا الشيء ما غاديش نعاود ندوي فيه ونعاود ندوي فيه. المهم هو الناس الحمد لله بخير وعلى خير وغاديين للمغرب. دونك فوالا جو كوم شاك اني جي اون بيتيت هابيتيد دو فيني او بور اي دو فيتي دو سويتي بون عيد او جون ici. Le jour où le départ du bateau correspond avec le jour de l'Eid. Et ça m'a fait plaisir d'offrir des cadeaux à leurs enfants, sur nos enfants aussi, qui partent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'Eid ici en France. Je vous souhaite un très bon Eid. Eid Moubarak Saïd. Kul am wa antum bikhir. Et donc voilà, on a deux bateaux qui vont partir, Inch'Allah. Un de GNV qui part vers Tanger et l'autre de GNV qui part vers Nador. Il y a pas mal de personnes. Moi, j'étais surpris de voir autant de monde. Il y a des gens qui attendent là-bas pour le bateau de Nador, et ceux qui attendent ici, c'est pour le bateau de Tanger. Donc voilà, alhamdoulilah, tout se passe très bien ici au port. Et je souhaite à tous ces gens qu'ils arrivent, Inch'Allah, au bled, Bekhir ou Al-Akhir, et qu'ils rejoignent leur famille. Et donc, moi, ça m'a fait plaisir. Ça va, Jérôme? Tu vas bien? Tu veux passer sur la chaîne? Allez, pas de problème. Comment tu vas? Comment tu t'appelles? Tu es débrouillé? Ouais. Tu es d'où? Tu es d'où? Benminal. Machallah, Benminal. Machallah, c'est très belle ville. Et tu parles aujourd'hui avec tes parents?
سي تري بيان. مبروك العيد. جيسبيغ ان شاء الله تو فين دو لون فرونس. كلامو سافا ما شاء الله سي تري بيان. مي بون فواياج داكوغ. عليه السلام عليكم. دونك فوالا كوم فو فوايي ما شاء الله لي جون الحمد لله يفينو فواغ سويتي مبروك العيد كوم اون في اوسي. نتمنى هاد الفيديو ان شاء الله تلقاكم في احسن الصحة. وهاد الناس راه مازال كيجيو هانتوما تشوفو مازال كيجيو لي جون كونتينيو ا فيلمي سور لو بوغ. Donc voilà, malgré la chaleur et malgré la température qui est un peu voilà, tout va assez bien. Je vous souhaite inchallah une très bonne journée et encore une fois, mbrouk aïdkoum ou kul am ou antoum bekhir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وإحسان ظن في الإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب إليك غصونا دانية قطوفها ومنبع خيرات يفيض وقد رب